المزيد أيضا بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك معنا في هذه التغطية الخاصة بالجلسة الافتتاحية واليوم الأول لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. إذا بدأت الحديث مع حضرتك فيما يخص كلمة الأمين العام للأمم المتحدة والحديث عن ملف تغير المناخ في هذه الجلسة الافتتاحية، نقطة مهمة جدا، يعني هناك ربط كبير بين هذا المنتدى وما سيتم الحديث ومناقشته في الورش العمل الخاصة بملف تغير المناخ، وطبعا استضافة مصر يعني مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ. كيف ترى أن مصر قادرة على إحداث تغيير في هذا الملف، وما سيترتب عليه في النقاشات والحوارات اللي ستتم خلال الجلسات الخاصة بهذا الملف تحديدا؟ هو بالفعل مصر اليوم تستضيف الحدث العالمي منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. هذا الحدث إقامته في هذه الظروف التي يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا وتطوراتها وفيروس أوميكرون الذي يعني تطور من فيروس كورونا، يعد دلالة كبيرة على أن مصر قادرة على استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية. وعلى هذا النحو يشارك في هذا المنتدى 18,000 شخص من حوالي 196 دولة في ظل إجراءات بالغة الدقة وبالغة يعني الحزم لتطبيق معايير السلامة والأمن في بالنسبة لفيروس كورونا. يعني شركة متطورة للغاية هي التي نفذت الإجراءات سواء من حيث التطهير والتعقيم واستخدام الروبوتات كما شاهدنا جميعا، الأمر الذي يعني يؤهل مصر لتكون يعني قبلة لإقامة مثل هذه الفعاليات العالمية على نحو متطور وعلى نحو يعني يشهد به العالم. الكلمة التي ألقاها أمين عام للأمم المتحدة إلى جانب الكلمات الأخرى من رئيس البنك الدولي ورئيس منظمة الصحة العالمية والأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشباب وغيرها من الكلمات التي جاءت معبرة للغاية على قدرة مصر على استضافة مثل هذه الأحداث العالمية. أيضا استعداد مصر لاستضافة كوب 27 في نسخته القادمة في مدينة شرم الشيخ كقمة عالمية للمناخ وتغير المناخ. أعتقد أن مثل هذه الأحداث يعني تعد دليلا قويا على أن مصر في سبيلها بالفعل أولا لاستضافة مثل هذه الفعاليات العالمية، إلى جانب أنها تطبق المعايير التي يستلزم القيام بها للحفاظ على البيئة وترسل رسائل إلى معظم دول العالم ومن بينها دول القارة الإفريقية بأن مصر في سبيلها لتطبيق المعايير البيئية بكل حزم وبكل دقة في المشروعات سواء التي تقام على أرض مصر أو تلك التي تعتزم الدولة المصرية القيام بها. هناك اهتمام بالغ بإحلال السيارات صديقة البيئة وإحلال الغابات الشجرية حول المدن الذكية التي تقام في ربوع مصر، وعددها حوالي 20 مدينة أصبحت الآن تضاهي المدن العريقة عالمياً. كل هذا يصب في اتجاه أن مصر حريصة بالفعل على أن ترسل رسائل لدول العالم بأنها حريصة أولا على تطبيق المعايير البيئية المتطورة، إلى جانب حرصها على يعني استضافة هذا الحدث العالمي بحضور 18,000 شاب بمثل هذه الدقة وتطبيق المعايير البيئية والمعايير التي يعني تحافظ على سلامة الإنسان والصحة. يعني أستاذ صلاح أخيرا، يعني كلمات الأمين العام للأمم المتحدة وكلمات أخرى كما قلت رئيس المنظمة الصحة العالمية ورئيس البنك الدولي في منتدى شباب العالم، لابد من أنه يعطي يعني ثقل لهذا المنتدى، بيعكس الثقة الدولية اللي بتنعكس في هذا المنتدى. إزاي شايف النتائج اللي هتخرج من هذا المنتدى، وإن هي قد إيه بتلقى يعني اهتمام دولي من جانب كل هذه الشخصيات الدولية، الشخصيات أيضا التي حضرت في الجلسة الافتتاحية عربية مهمة جدا؟ هو حضر في الجلسة الافتتاحية بالفعل رئيس استقبل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي والسيدة قريناتو، أيضا استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما استقبل أيضا ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وكلها شخصيات ذات ثقل كبير تحضر هذا الملتقى إلى جانب شباب من 196 دولة حول العالم.
أعتقد أنه وفقا للكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عندما أطلق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أكد أن المنصة باتت بالفعل، هذه المنصة باتت منصة حوار وتواصل عالمية بين الشباب. الرئيس أكد أيضا أن هذه اللحظة الفارقة تحتم علينا أهمية الحوار والاختلاف دون تمييز فيما بين شعوب العالم. هذا المنتدى يعد الآن حدثا سنويا عالميا، وبالفعل بدأت إقامته بمدينة شرم الشيخ في عام 2017 واستمر في نسختيه الثانية والثالثة في عامي 2018 و2019، إلى أنه توقف بسبب جائحة كورونا في العامين الماضيين، وأعيد يعني انطلاقه مرة أخرى. هذا المنتدى العالمي يعني استهدف عندما رآه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد نجاح الملتقيات التي يعني كانت تقام للشباب المصري، تطورت الفكرة إلى منتدى عالميا لتجميع الشباب من كل أنحاء العالم حتى يصبح بالفعل يعني ملتقى لتعزيز ثقافة الحوار ومناقشة القضايا التي تهم الشباب في جميع أنحاء العالم، ومنها قضايا التنمية. أيضا هذا الملتقى يستهدف إرسال رسالة واضحة بأن مصر دولة سلام ودولة تنمية، وتستهدف تجميع دول العالم على أراضيها في ظل أجواء من الأمن والاستقرار. لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة اعتمدت النسخ الثلاث التي يعني أقيمت في مدينة شرم الشيخ من منتدى شباب العالم في مصر كمنصة دولية لمناقشة القضايا التي تهم الشباب في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعد بالفعل يعني دليلا قاطعا على أن مصر دولة سلام ودولة تستهدف التنمية وإحلال الاستقرار في محيطها العربي والمحيط الإفريقي ومحيطها المتوسطي. فمصر من هذا المنتدى تبعث رسالة سلام إلى كل دول العالم، وعندما تستضيف هذا العدد الكبير من شباب العالم على أراضيها إنما يعني توجه رسالة بالغة الدلالة على أنها باستطاعتها أولا تنظيم مثل هذه الملتقيات العالمية، إلى جانب أنها دولة سلام ودولة تنمية ودولة تبعث الرخاء في محيطها وتستهدف تحقيق الاستقرار والأمن في ربوع. طيب أستاذ صلاح، في وجود شباب من 196 دولة لابد وأن يعودوا إلى بلادهم بعد هذا المنتدى، وفي إيديهم حلول لمجتمعاتهم المحلية، ربما قضايا أو ربما مشاكل بتعيشها مجتمعاتهم المحلية من هذا المنتدى ومن خلال مناقشتهم في هذا المنتدى. ده مش بس بيقرب يعني الشباب العالم أجمع ببعضه البعض من خلال هذا المنتدى، ولكن يقرب مصر بدول هؤلاء الشباب. إزاي شايف مصر أنها ستكون بعد هذا المنتدى وبعد النسخ السابقة ونتائج هذه النسخ أنها تكون رائدة في هذا المجال؟ أولا استضافة هذا العدد الكبير من شباب العالم على هذا النحو، أولا سيعودوا إلى بلادهم محملين بذكريات رائعة حول الملتقى والتقائهم بشباب يماثلهم في العمر وفي الفئة السنية، إلى جانب لقائهم بأشقائهم من الشباب المصري الذي يشارك في هذا الملتقى الكبير. أعتقد أنها رسالة ستحمل أو سيحمل المشاركين فيها رسائل إلى دولهم، ويعبرون لأصدقائهم والمحيط الذي يشاركون من خلاله فيه يعني الكثير من الرسائل الإيجابية والرسائل التي أعتقد أنها ستكون معبرا رئيسيا يعني الصورة الذهنية التي سيحملها هؤلاء عن مصر، ولقائهم بالشباب المصري الرائع الذي يمثل في هذه الفعالية. أعتقد أن هذه ستكون يعني رسالة قوية لدول العالم بأسره 196 دولة، ليس بالعدد الهين ليشارك شباب من مواطنيه في هذا في هذه الفعالية. أعتقد أنها يعني ستكون بالصورة إيجابية، إلى جانب الصورة الذهنية التي سينقلها هؤلاء إلى دولهم، فأعتقد أنها ستكون يعني من الإيجابيات الهائلة التي بالفعل ستجني مصر من وراءها الكثير، سواء على المستوى الإنساني أو المستوى الدولي، لأنها يعني كما أشرنا أن مصر يعني تود في الأساس أو في المقام الأول تجميع شباب العالم على أرضها، وأنها يعني مدينة شرم الشيخ باعتبارها واحد السلام ومدينة أصبحت الآن تشكل يعني بؤرة للسلام في دول العالم، وليست فقط قاصرة على مصر أو محيطها العربي أو الإفريقي فقط.
لكن أعتقد أن الشباب سيحمل معه ذكرياته في هذا الملتقى، ويحمل الكثير من المعاني الإنسانية والمعاني التي يحملها المشاركون في مثل هذه الأحداث والفعاليات. أعتقد أن الصورة يعني إيجابية للغاية، وما شاهدناه في حفل افتتاح يعني صورة رائعة للغاية، أعتقد أنها وصلت إلى العالم بأسره. طبعا أستاذ صلاح، يعني طاقات الشباب وأفكارهم لا تنضب، ومن هنا يمكن أصبح المنتدى منتدى شباب العالم هو البوابة أو المتنفس لهذه الطاقات. أستاذ صلاح، سألتك عن أن المنتدى الآن أصبح هو بوابة لتنفس طاقات الشباب اللي لا تنضب، أفكار شباب خصوصا بعد جائحة كورونا أصبح لديهم الكثير من الحلول، الكثير من الطاقات، الكثير من الأفكار فيما يخص حلول لهذه الجائحة، حلول لطبعا تغيرات المناخية، لحلول لجميع القضايا المطروحة في هذا المنتدى. إزاي شايف أن المنتدى أصبح بوابة لهذه الطاقات؟ طبعا بالفعل، يعني الملتقى الآن هو في نسخته الرابعة، أعتقد أنه يعني النضوج الذي بات عليه المنظمون لهذا الملتقى أصبح بالفعل يعني ملتقى عالميا بكل معنى الكلمة. الملتقى يناقش الكثير من القضايا. الجلسة الرئيسية التي ستبدأ بعد قليل سيكون عنوانها الرئيسي جائحة كورونا، إنذار للإنسانية وأمل جديد، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهم العالم بأسره وتهم شباب العالم. هذه النقاط وهذه القضايا الجوهرية التي يعني تشغل بال دول العالم، ومنها بالفعل جائحة كورونا التي عانينا منها جميعا وعانى العالم بأسره، هي نقطة انطلاق. أعتقد يعني بإمكان العالم أن يتوحد بعدما توحد في التوصل لحلول لمثل هذه الكارثة الإنسانية في العصر الحديث. أعتقد أن ما توصل له يعني ما توصلت له الدول المتقدمة، سواء من التوصل إلى يعني لقاحات لهذا الوباء، تعاون معظم دول العالم في توصيل اللقاحات إلى الدول الأقل نموا أو الدول التي تحتاج إليها بالفعل، أصبح مؤشرا على إمكانية أن يحقق العالم التعاون في الكثير من المجالات إذا ما رغب العالم في ذلك. ولعل هذه الجائحة تكون نقطة التقاء بالفعل حتى يتجمع العالم بعيدا عن شرور الحروب والمنازعات وأحداث العنف التي تشهدها يعني كثير من بقاع العالم، والتي يعني من الممكن أن يتحرك العالم في سبيل إحداث التنمية وإقرار السلام والاستقرار في جميع ربوع وجميع دول، وبعيدا عن الحروب والأزمات التي لم يحقق من ورائها العالم إلا مزيد من التشرذم والدمار. أعتقد أن التوحد حول رؤية مشتركة لدول العالم هو الهدف الرئيسي الذي يعني أصبح هذا الملتقى ينادي من أجله. الوحدة، الرئيس نفسه عندما عبر في الكلمة القصيرة التي ألقاها في افتتاح الملتقى يعني أشار إلى أهمية أن يعني تحتم هذه اللحظة على جميع دول العالم وعلينا أهمية الحوار والانطلاق. يعني الرئيس شدد على أن الاختلاف هو يعني قاعدة إنسانية، لكن بعيدا عن التمييز بين دول العالم وأفراده. أعتقد أن رسالة مصر للعالم من هذا الملتقى ومن خلال الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس واضحة للغاية، فأنه يعني التعاون والتلاقي والتنمية والاستقرار والسلام هو السبيل الوحيد حتى تتجمع دول العالم من حوله. أستاذ صلاح، طبعا كل مرة بيزيد التمثيل الدولي في منتدى شباب العالم، تزيد الجنسيات المشاركة في شباب العالم، عدد الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم، ده طبعا بيدي للمنتدى صورة دولية كبيرة جدا. شايف إزاي مستقبل المنتدى منتدى شباب العالم في النسخ القادمة، في السنين القادمة؟ هل يمكن أن نرى أنه يعني ربما منصة دولية بتلجأ إليها دول العالم لوضع الشباب داخل مشكلاتهم، وضع الشباب داخل القضايا اللي بتمس مجتمعاتهم المحلية؟ هو بالفعل الملتقى فكرة عبقرية للغاية لتجميع شباب العالم ويعني أفكاره حول يعني الالتقاء. إذا تحدثنا بعد الحرب العالمية الثانية كانت هناك التركيز على الألعاب الجماعية والألعاب الفردية حتى تكون متنفسا ونقاط إطلاق لقدرات وطاقات الشباب والدول، حتى تتجمع الدول حول فكرة الرياضة وفكرة السلام من خلال الرياضة وغيرها من الأفكار التي
تمخضت عنها البشرية بعد فترات عبثية من الحروب. أعتقد أن الآن يعني ملتقى شرم الشيخ هو نقطة التقاء جديدة لدول العالم ولشباب العالم ينبغي أن يبنى عليها. وأعتقد أن العالم الآن لمس أن هذه الفكرة العبقرية في حد ذاتها هي فكرة تلاقي وفكرة حوار وتحاور بين يعني مختلف الثقافات من جميع أنحاء العالم، وتلاقي الرؤى والحضارات سواء في القارة الإفريقية أو القارات العالم الخمس تلتقي على أرض مصر. مدينة كمدينة شرم الشيخ أصبحت الآن يعني بؤرة رئيسية للسلام في العالم. أعتقد أنها رسالة واضحة للعالم بأنه يمكن من خلال هذه الأفكار أن تتجدد الحوارات وتجدد على الرغم من الاختلافات، كما أشار السيد الرئيس أنه يعني ليس هناك غضاضة أن يكون بيننا اختلاف.